فقرتنا الاقتصادية اليوم عن التنويع الاقتصادي والاستدامة واللي تعتبر من أولويات العمل الرسمي في الكويت، وذلك من خلال دعم وتطوير قطاعات الدولة للوصول إلى نمو مستدام وفق رؤية كويت جديدة. البلاد ولله الحمد تسير في رحلتها على طريق تثبيت التنويع الاقتصادي عبر رؤيتها لعام 2040، واللي تستهدف جعل الكويت مركز مالي واستثماري وتجاري إقليمي ودولي، وكذلك تحويلها إلى دولة محورية ذات دور ريادي. في إطار المساعي الحثيثة لدولة الكويت نحو تحقيق ركائز خطة التنمية على أرض الواقع، فإنها تسير في اتجاه إصلاح الممارسات الإدارية والبيروقراطية لتعزيز معايير الشفافية والمساءلة الرقابية وفاعلية الجهاز الحكومي، فضلا عن العمل على تطوير اقتصاد مزدهر ومتنوع بهدف تنويع مصادر الدخل والحد من اعتماد الدولة الرئيسي على العائدات من صادرات النفط. وتستهدف رؤية الكويت لعام 2040 إلى إيجاد بدائل للنفط في الإنتاج المحلي كتشجيع ورفع الإنتاج والصناعة المحلية ودعم المشاريع التكنولوجية والصناعية المبتكرة وغير التقليدية، إلى جانب دعم المشاريع التقنية والرقمية التي يمكن أن تحقق أرباحا ونقلة نوعية للبلاد. وتعتمد الرؤية على مشاركة القطاع الخاص كأحد أهم القطاعات المحفزة للاقتصاد، مما سيؤدي إلى تحول الدولة إلى منتجة في كافة القطاعات. ومن المتوقع أن يساهم القطاع الخاص بتعزيز الاقتصاد عبر الشراكة مع القطاع العام، حيث تم إنشاء العديد من الجهات والهيئات المختصة والمعنية لهذا الغرض، كهيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهيئة تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وهيئة أسواق المال، والهيئة العامة للتخصيص، والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة. بعد ما شاهدنا مع بعض التقرير، يسعدنا أن ينضم معنا الخبير الاقتصادي الأستاذ نادر العبيد. صبحك الله بالخير أستاذ نادر، حياك الله معنا في برنامج العام. كنا احنا شاهدنا التقرير اللي فات، بس احنا بنتكلم الحين موضوع آخر اللي هو كيف يمكن تنويع مصادر الدخل في دولة الكويت. يمكن هذا موضوع شامل وكبير. مشكوري على الاستضافة. حياك الله. فيما يخص موضوع تنويع مصادر الدخل، طبعا هذا موضوع يروح ويرجع، ويمكن كانت المبادرة في فكرة تنويع مصادر الدخل من أيام رحمة الله عليه الشيخ صباح السالم صباح بذاك الوقت، ولكن خلال فترة السبعينات الثمانينات التسعينات للألفية فكرة تنويع مصادر الدخل إيش حقه؟ عشان الكويت ما تعتمد على مصدر واحد وهو النفط اللي يكون عرضة للتذبذب، لذلك هذا الهدف منه. تنويع مصادر الدخل خدم الكويت ارتفاع أسعار البترول، لذلك ما اهتمت فيه بشكل مباشر أو غفلت عنه، واليوم قاعدين نحاول نسرع الوتيرة. ولاحظنا من 2016 لفترة كورونا كان هنالك عجوزات، بعد كورونا والحرب الأوكرانية الروسية ارتفعت الأسعار، فخدمتنا هذه الأمور. لذلك اليوم ما ودنا نكون دائما ننطر الظروف هي تحسن، المفروض يكون في مبادرة. أما فيما يخص موضوع كيفية العمل على تطوير مصادر الدخل أو تنويعها، هل أشوف أنا شنو عندي من مقومات؟ عندي النفط، هذا المصدر الرئيسي، بس النفط كقطاع أقدر أعمل منه صناعات تابعة له وأخدم فيها قطاعات أخرى. هذا جانب. الجانب الآخر موقعي، الكويت قبل النفط كانت تهتم بموقعها، المفروض يكون هذا مركز إيراد، لأن الموقع تخدمك الموانئ، تخدمك موقعك الجغرافي، اليوم قربك لأسواق معينة. فاليوم عملية تنويع مصادر الدخل لازم أنا أعرف أفصفص العملية وأقول وين أنا أبي أهتم. أما فيما يخص اليوم الجانب الآخر اللي دائما حنا نكون متخوفين منه ونقول لمتى برميلنا وصل 90 إيش كثر يتحمل، وصل 100 إيش كثر يتحمل، لأن قاعدين نحمل عليه تكاليف الدولة. عدل. أول شيء المفروض نسوي
نبتدي نتخارج، تكون الدولة تتخارج بشكل تدريجي من إدارة مرافقها وقطاعاتها. ليش؟ اليوم مثلا عشان أنا أرشق، اليوم مثلا نتكلم حنا على وين الجهات اللي تدخل لي فلوس؟ الموانئ، الصحة الداخلية، المالية لأن أملاك الدولة، والكهرباء والماي. هذول أكثر ناس، الباقي وينهم؟ هل هم عبء على الدولة؟ لازم يكونوا دولي مراكز ربح، نقول اللي هو بروفيت سنترز. فهني هذا جانب مهم إن نقول وين بنروح الحين. إذا إحنا بننوع، أعتقد الكويت على موقعها المفروض برؤيتها الحين تكون لاعب، وشفنا بالتقرير لازم تكون الرؤية لاعب إقليمي ودولي بالريادة. شلون؟ ليش ما أكون أنا أبني المدن التخصصية اللي لها علاقة في المدينة الطبية، المدينة الاقتصادية، مدينة طبية، وأنا أجيب أفضل المشافي وأخدم على المنطقة وليس للكويت. اليوم تكلفة مثل دول الجوار، تكلفة أنت اليوم علاج بالخارج أنت تكلفك مليارين دولار، المفروض أنا أستفيد من نقل التكنولوجيا هنا. نعم. فتبتدي وخلي القطاع الخاص يشتغل فيها، وأنا أبتدي أحصل الإيرادات مقابل هذه الخدمات، وأبتدي أنوع مصادر الدخل. فتنويع مصادر الدخل لازم يكون فيه تفكير منظم بأن شنو القطاعات اللي أنا أقدر أشيل منها وأخفف العبء علي. يعني اليوم عندك وزارتين، التربية والصحة، هما أكثر وزارتين يكلفون الدولة. اليوم لو صار في تخارج تدريجي وتكون الدولة تلبس القبعة الرقابة يكون وايد أفضل، مثل ما صار في قطاع البنوك. اليوم البنك المركزي من أفضل القطاعات المصرفية لأنه كله خاص، والمواطن يستفيد من الخدمات. انتقلنا لقطاع الاتصالات، الكويت كانت تملك الاتصالات المترقية بذلك الوقت. نعم. لما الحين عندنا 3 شركات، صح، هيئة الاتصالات لابسة قبعة الرقابة. نعم. شوف الخدمات شلون ارتفعت، وفي تنافس بالخدمة. فاليوم أنا أقدر كحكومة علشان تنمي مصادر الدخل أبتدي أنا أشتري الخدمات من القطاع الخاص، شريطة إنه يكون في ضوابط 1 2 3 4، منها التكويت علشان ما يهمش هذا الدور، وهذا جزء وطني من القطاع الخاص. الجانب الآخر أحط الضوابط اللي ترتقي في هذا القطاع، حتى اللي بيشتغل معاي في القطاع الطبي أو التعليمي أو يجيب وياه نقل تكنولوجيا، شريك استراتيجي يثري القطاع. أعتقد هذه مؤشرات تفيدنا في تنويع مصادر الدخل. أستاذ نادر، يعني هل ممكن المشاريع الصغيرة والمتوسطة يكون لها دور أيضا في دعم الاقتصاد المحلي؟ طبعا اليوم المشاريع الصغيرة هي رافد شريطة أن نكون حنا مؤمنين فيها. اليوم الكويت كانت سباقة في هذا الجانب من التسعينات، وانشئت الكويتية المشروعات الصغيرة وبعدين الصندوق الوطني، ولكن مع الأسف آلية تفعيل هذا القطاع شابها الكثير من التحديات بصراحة. اليوم أعتقد مهم أن يعاد النظر في هذا الجانب. اليوم تكلمنا قبل شوية على القطاع النفطي مثلا. القطاع النفطي مبني على شركات تقدم خدماتها للقطاع النفطي، وكذلك في أسواق ثانوية. الأسواق الثانوية هذه المفروض المشاريع الصغيرة تشتغل فيها. لو أنت بنيت مدينة، المشاريع الصغيرة تكون هي المغذي لك. اليوم مو كل الشركات الكبيرة تشتغل في قطاع في 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 الخدمات، أو لذلك أنا من أوجد الأسواق. فاليوم الرافد طبعا أكثر دول قطاع المشروعات الصغيرة يدر عليها فلوس ورافد بريطانيا، ألمانيا، كثير من دول الشرق آسيا أصبحت اليوم هي صناعة. اليوم الإمارات نفس الشيء، السعودية قاعدة تفكر في هذا الجانب. فأعتقد موضوع خدمة هذا القطاع مهم، شريطة أن على الأقل يكون في
استفادة وإشراك جميع وبيئة ترغب المبادرين هم يكونوا موجودين هنا، خصوصا أن ما شاء الله عندنا شباب أصحاب ابتكار بشكل عالي، تحصيل علمي عالي، وعندهم الرغبة يشتغلون في هذا القطاع. نعم، يمكن أستاذ نادر تحديثك ما شاء الله يعني قاعد يلم الموضوع بشكل جميل ورائع، وعطيتنا أول شيء مصادر تنويع الدخل يعني بعض منها وليس الكل، وأيضا عن المشاريع الصغيرة وأهميتها في تواجدها في السوق المحلي خاصة عندنا بالكويت. يمكن هناك ملفات إصلاحية اقتصادية أنت تراها كونك أنت خبير اقتصادي تراها أن مهمة أن والله يأتون فيها الحكومة في هذا الجانب. دائما اليوم أنا ما أبي أكون كحكومة المفروض ما أبي أكون أنا ردات الفعل، أنا أكون مبادر واستباقي، لأن دائما نقول الحين تشوف بوسائل الإعلام دائما يقول لك العجز السيولة، هذا المفروض أكون أنا تجاوزته لما أكون أنا عندي خطط استباقية، هذا جانب عشان أنا أتجنب موضوع العجز والسيولة. اليوم شنو أنا أقدم علشان أنا أتجاوز هذه المرحلة؟ أعتقد اليوم مهم التفكير جديا في المشاريع الرأسمالية. المشاريع الرأسمالية هي اللي تخلق لك وظائف، قيمة مضافة لاقتصادك، وبنفس الوقت تحافظ على تصنيفك في المستوى العالمي، التصنيف الائتماني العالي. لأن دائما اليوم احنا نشوف اليوم تصنيف موديز قبل يومين كان يتكلم عن A1 للكويت، بنظرة مستقبلية مستقرة، معنى هذا الكويت اليوم ما زالت تحافظ على مكانتها على الرغم من التحديات اللي دائما نشوفها والناس تتدمر في مواضيع معينة. ولكن اليوم احنا نتكلم تنموية، المشاريع التنموية لازم تكون موجودة اليوم، لازم إشراك القطاع الخاص، هذا وايد مهم للارتقاء في قطاعات. الجانب الآخر اليوم بالنسبة للملفات، أعتقد اليوم ملف تنويع مصادر الدخل اللي تونا تكلمنا عنه هذا المفروض يكون يعطى أولوية، لأن المفروض كل الوزارات هي تكون شغالة ورادف للاقتصاد. بس اللي أهم هذا كله، بغياب مجلس أعلى للشؤون الاقتصادية ووزارة اقتصاد متخصصة ووزارة صناعة متخصصة، ما تقدر تسوي هذه المنظومة. ليش أقول متخصصة؟ اليوم وزارة المالية لها علاقة في الصرف وما يسمى السياسة المالية، بس السياسة المالية مربوطة في جدول مشاريع من منظور اقتصادي. من ينظر لها؟ نسميه حنك تضارب مصالح ما بين الدولة الوزارة لما تكون هي اللي تسلف وهي من يقرر. صح. لما يكون في مجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية ينظر لجدوى الاقتصادية لكل مشروع، في بعض المشاريع تقدم من جهات حكومية أخرى ولكن جدواها ما هي سليمة. لذلك اليوم وجود مجلس أعلى وكذلك الصناعة، اليوم الرؤية تتكلم عن الصناعة لازم يكون لها على الأقل جهة تتبناها وتكون مستقلة، نفس الشيء الاقتصاد. فأقول اليوم ليش يكون عندنا بس 15 وزير؟ خلي يكون عندنا 20-25 وزير، لأن أحيانا الأعباء اللي تصير على الوزراء قاعد تأخذ من وقتهم ولا تعطيهم الوقت الكافي أنه هو يبدع فيه أو يكون ملم في كل التفاصيل. لأن مثلا وزير يكون عنده 7-8 جهات ملحقة فيه، يكون التركيز ورسم السياسة اللي تتماشى مع طموح ورؤية الكويت. أعتقد اليوم حنا متأخرين وايد، لأن رؤية الكويت بلشت من 2005. أنا أشوف أستاذ نادر يعني من بداية يعني لقائنا معك دائما هناك رؤيتك يعني تدعو إلى التركيز والتخصيص. صح. في المقابل إذا تم تحديد هذه الجهات ويعني تحط إيدك على مواضع اللي أو النقاط المهمة هي التي
في المقابل يكون لها مردود أو استفادة من هذا الجانب. صحيح. الآن يعني في خضم هذا الحديث والكلام حول الاقتصاد وتنميته، كيف ممكن أن تتحول دولة الكويت إلى مركز اقتصادي ومالي وتجاري في ظل هذه الظروف؟ يعني دولة الكويت مؤخرا نشوف بدأت يعني الكثير من المشاريع التنموية في النهوض، وهناك تركيز ودعوة لإشراك جميع الجهات في إنجاح هذا الأمر. برأيك أستاذ نادر، كيف ممكن تحقيق هذا الأمر وتكون دولة الكويت مركز مالي؟ لما نقول مركز مالي، هل إحنا قاعد نتكلم على سوق الأوراق المالية؟ لا. سوق الأوراق المالية هو مرآة لاقتصادنا، إذا نجح، إذا طلعت الأسهم أو صار في تكالب من المستثمرين المحليين إقليميين دوليين يدشون سوقك. ممتاز. فاليوم تكون مركز مالي، يمكن وجودك كمركز مالي يخلي يكون من خلال تفعيل ما تكلمنا عنه في المناطق الأخرى. خلنا نأخذ على سبيل المثال، اليوم لو جينا قلنا حنا مدينة صحية، ودشت شركات واشتغلت الشركات كقطاع خاص في هذا الجانب، وين تنعكس أسهمها؟ في الجانب المالي اللي هو احنا نتكلم عن مركز مالي. نفس الشيء، أنا أبي أكون مركز مالي، إيش معنى المستثمر الأجنبي يركز على البنوك؟ على فكرة اليوم في عندنا مستثمرين أجنبيين في قطاع البنوك، لأن من القطاعات اللي ما شاء الله، وكذلك قطاع حافظ على نفسها ونشط لنا اسمها. لذلك أقول إن ليش ما تنتقل هذه، يستنسخ نفس الموديل هذا أو النموذج للجهات الثانية هني من خلال القطاعات، ينعكس على كوني أنا مركز مالي ومركز تجاري. لذلك اليوم المركز التجاري شنو أنا بقدم، وهل أنا احتاج المستثمر للمستثمر يحتاجني؟ إذا بقيت أكون أنا مركز مالي، لازم أطور في مشاريعي، أخفف ما يسمى البيروقراطية الحين واللي هي الأمور الإدارية هذه. نعم. نفس الوقت أنا شنو أعطي كمحفزات حق المستثمر، رأس المال شلون يدش لي، وبشكل مباشر أو غير مباشر راح ينعكس على المركز المالي والتجاري للكويت. أعتقد هذا جانب الكويت أو الحكومة لو تبتدي تدريجيا تبتعد عن دورها المشغل وتكون رقابي، راح يرتفع في مؤشرات الدولة بشكل كبير. مشكلة. بارك الله فيك، الله يعطيك العافية أستاذ نادر العبيد الخبير الاقتصادي على هذا الكلام. ونتمنى إن شاء الله يعني في مثل هذه الرؤية اللي أنت تطرقت لها أن نراها على أرض الواقع، على أساس أن نطلع أكثر وأكثر في هذا الجانب. وبارك الله فيك. كلنا متفاعلين إن شاء الله. إن شاء الله. بارك الله فيك. شكرا.